صباح النور، صباح النور عليكم. كي صبحتوا كل شيء بخير؟ امين. اليوم غادي نديروا، بلا ما نطول عليكم، غندخلوا للحلقه الثانيه ديال عمر. شكون اللي قتل عمر؟ شكون اللي قتل عمر؟ هنا كاين عندنا اللي مشكوك فيه، هو اللي مشكوك فيه عندنا محمد اللي في مراكش، واللي مشكوك فيه عندنا محمد الإخواني اللي تحول، عقلتو راه تحول، مبقاش في بروكلين، غبر. واللي مشكوك فيه أيضا قال ليه سعادة الكولونيل، لأن مجيد ولا كولونيل، ما بقاش حاقد ولا كولونيل باش نفكركم من بعد مدة. قال لي اللي مشكوك فيه، أنا شخصيا اسمح لي، ما درتش معاك الانترفيو، درت مع المرة ديالك، ما درتش معاك الانترفيو، وهذا اسمح لي باش نقل الاحترام، ما تاخذهاش بيرسونيل. كما كتعرف لوكيت راك انت بروفيسيون، كتلعب لونكيت اللي مشكوك فيه حتى انت، انا شاك فيه حتى انت. دونك عندنا محمد اللي في مراكش، وعندنا محمد اخواني، وعندنا الكولونيل. وقال له انا طلبت منك باش نهز عليك الثقل، باش غادي ندير البحث ديالي انا، وديك الساعه انت غادير البحث ديالك، وكما توعدنا قبل غادي نتحدوا، وغادي قال له ما كاين حتى مشكل، لا عندك شي سؤالات مطرحه ليا. قال له هاد الكولونيل، قال المفتش ديال الشرطه، قال له ودي عقلتو بان القرطاسه اللي كانت في الراس، اللي كانت في الراس ديال جبجوبه، هاد المفتش ديال الشرطه هو اللي خذا الملف، هو اللي خذا المسطره، وطلب من وكان طلب من الطبيب باش يحيد ديك القرطاسه، وعطاها له القرطاسه، عطاها له، دارها في واحد الميكا وخلاها عنده باش يدير عليها لي زومبرانت، حيت القرطاسه ملي كتخرج من الفردي عندها واحد لي زومبرانت ديالو، عندها واحد لي زومبرانت، ماشي بحال البصمات ديالنا، ولكن البصمات ديال القرطاسه عندها البصمات منطبقه على الفردي اللي خرجت، كلهم الفرادة كيديروا. وقال له الكولونيل، قال له دي ما جيت الكولونيل، قال له انا حنا اتفقنا باش نديروا لونكيت بجوج، انت غادي تخدم في جهه وانا في جهه. قال له ولكن اسمح لي، قال لي انا غادي نبدا معاك انت الاول، خصني نصفي معاك انت الاول باش نتجه، انت كتعرف العمل ديالنا كيفاش كيكون. قال لي ما كاين مشكل، تفضل طرح لي السؤالات، فين كنتي في هذاك النهار، فين كنتي في هذاك الاسبوع، اعطينا الحجوج، اعطيني التليفون، اعطيني. قال له الكولونيل، قال له انا كنت مع الزوجه ديالي. قال له انا كنت مع الزوجه ديالي، وفي نهار الفلاني جيت خديت واحد الوقت ديال البيرميسيون، قضيت شي وقت مع المراه ديالي، مع عندي وليداتي بجوج، عندي وليد وبنيه، وداك الوليد سميته على عمر الاب ديالي، والبنيه اسمها ساره. قال له ايوا. المهم دخل معاه في لوكيت، عطاه في التفاصيل باش ما نطولش عليكم. هذاك المفتش قيد داكشي اللي قال، لان دابا ما جيت ما بقاش عاقل ولا كولونيل. قال له واخا، شكرا مون كولونيل، ما كاين حتى مشكل، وانا كنعطيك البيرميسيون باش دير تاتا البحث ديالك. هادشي قال لي، هذا هو اهم حاجه، انا قيت الديكلاراسيون اللي قلتي ليا، وانا غادي ندير البحث ديالي وانت دير البحث ديالك. قال له الكولونيل، قال له مو كولونيل، هاد محمد اللي كتهضر عليه، واش محمد اللي في المغرب؟ انا حيت كانت الام ديالي عاودت ليا بانه كيسالو شي فلوس. وقال له هذه مهمه هذه. قال له واش يمكن لك تعطيني لا بيرميسيون، قال له باش ناخذ انا هاد لونكيت ديال المغرب،
انا الوالد عندي انا مغربي، وغادي نطلب مساعده من الجوفيرنو، وغادي يساعدوني 100% غادي يساعدوني. قال له نحيد عليك هذا الحمل ديال العقد، قال له تعمل لوكيت ديالك هنا في نيويورك في امريكا. قال له واخا. فعلا مشى الكولونيل، مشى في حالته، غادي ياخذ الوقت ديالو والاجراءات ديالو باش يعمل لوكيت، غادي يعمل الاجراءات ديالو باش يعمل لوكيت في المغرب. والمفتش ديال الشرطه الوقت اللي كان غادي الكولونيل راجع، مشى يمشي للطوموبيل ديالو، عيط له قال له راه نسيت ما قلتلكش واحد الحاجه. قال له ما سولتينيش. قال له شنو؟ قال له كيفاش؟ قال له ما سولتينيش انا المعلومات اللي قلت لك على منين جت انا هذه المعلومات ومنين جت. قال لي يا ودي انا ما بغيتش نسولك، لان علاش الا بغيت الا غنجي نسولك هل غنتجرأ، هل غادي ندخل هنا هل ناخذ المعلومات غادي تولي تشك فيها، داكشي علاش ما سولتكش. قال له لا، قال له لا، قال له انا مطمئن، انا غير درت الخدمه ديالي، انا مطمئن بان انت ما عندك مدخل في هذا الشيء، ولكن غادي يستمر في الوقت. قال له الكولونيل قال المفتي الشرطه، قال له الا جات على خاطرك كيفاش جبتي هذه المعلومات ديال هذا محمد اسمه؟ قال له ودي الاشاعات اللي لقيت انا كمشيت كنبحث في كويز، وكنبحث في المحلات الاخرين، وكنبحث فين كان كيمشي كيقمر. شي قال رانا شت امراه هي اللي قتلته. شي قال راه هذاك سمعت انا حنا كان كيعاود لنا على باكستان وداك الشيء، هذا غادي يكون هذاك الاخواني هو اللي عنده علاقه، لانه على ما حسب الاقوال اللي قالوا هذوك الاشاعات وداك الشيء. قال لك اودي لانه هو هذوك الناس اللي في باكستان شكوا فيه بانه هو كان خدام جاسوس، هو اللي جاب لهم البوليس وداروا غير قيه ودوه معانا وطلقوه انتقموا منه. وقال لك شي واحد انت هما قالوا المقالات ديالهم، قال لك اودي سمعوا بان واحد خينا كان كيهدوا باش كيتسالوا شي فلوس، ما فلوس ما فلوس ما فلوس ما فلوس. قال له واخا. قال له مزيان هذه المعلومه هذه اللي قلتي، انا غادي ساعد المفتيش، انا غادي نمشي دابا ناخذ انا الدور ديالي ونبحث على هذا محمد في المغرب. ومن بعد غادي ملي يجيب المعلومات نجيب الملف، غادي يتصل بك نعيط لك في التليفون. قال له واخا. مشى المفتي الشرطه كيدير العمل ديالو، ومشى ماجد كيدير العمل ديالو. خدا ماجد طلب من، انا اسمحوا لي كنت كنقول لي طماجور البنتاغون شي لي طماجور، باش نحبس هنا باش غير نوضح بعض التوضيحات اللي هي ما يعني ملي كنكون عاود اسمو خصني نفكر نقعد نفكر، وكنزلق شويه كنزلق شي شويه الهضره ديالي، ما كان بعد خاطر ما كنوثقش، لان داك الشيء ما مكتوبش، غير داك الشيء غير في الدماغ ديالي كما قلت لكم قبل. ملي تنقول ملي قلت انا هذوك الباكستانيين وعمر لقوا عليهم القبض من باكستان وحلوا عينيهم في امريكا، داروا لهم بانداج، وملي حلوا عينيهم لقاو يوسف في امريكا، ومن بعد داروا لانتيروغاتوار معاهم واسمو اسمو راه لانتيروغاتوار راه دات في ديك الجزيره ديال كوبا، في كاين سجن ديال غوانتانامو، راه ماشي في الميريكان، لانتيروغاتوار دات في غوانتانامو، دونك غوانتانامو راه في كوبا، محسوب على كوبا ماشي الميريكان. باختصار رجعوا الموضوع ديالنا. الكولونيل مجيد طلب واحد العطله من لي طاماجور، عطاو عطله لانهم تقدروا الموقف وعرفوا بانه واش وقع الوالد ديالو داكشي. هز التليفون ديالو وعاود عيط للقنصله، عيط للقنصله وطلب باش يهضر مع القنصل. وهذاك الوقت عطاوه واحد الوقت باش يهضر مع القنصل، داروا معاه يعني حسب استشروا مع القنصل، وقصو عطاه وقت، عطاه رونديفو. فعلا وصل هذاك الوقت ديال رونديفو، عيط للقنصل وقالوا مرحبا اش حب الخاطر غادي. قال له ودي هاكين وهاكين وهاكين وهاكين، انا عندي الوالد ديالي تقتلوا هادي وهادي. القنصل قال لهم كلهم على الراس والعين، احنا في راسنا في هذا
هاد السيد عمر الله يرحمه اللي مات، ولكن حنا ما عرفناش واش الاب ديالك. على كل حال حنا غادي نساعدوك، اي مساعده طلبتي غنساعدوك. القنصل قال له انا اصبر عليا واحد ساعة المكانه وغادي نعيطوك في التليفون. فعلا داكشي اللي كان. القنصل عيط لشي واحد من لاجون ديال القنصله، قال له واكين واكين، بغيت تكلف بهاد الكولونيل اللي الوالد ديالو تقتل في نيويورك، وديروا الاجراءات. قالوا يعني نتصل بلا بي جي ديال مراكش، لان الكولونيل كان قال للقنصل ودي باغي يدير البحث مع محمد، ومحمد في مراكش في جامعة فينا. وقال له واخا، قال له اتصل بلا بي جي ديال مراكش. فعلا عيط هذاك لاجون، عيط للكولونيل مجيد، قال له صافي راه هضرنا مع لابي جي ديال مراكش باش غادي يساعدوك، غادي تاخد شوف خط الطائره ديالك وراهم كيغيو يتسناو تما باش يساعدوك يديروا البحث. فعلا مشى الكولونيل في 48 ساعه في الطياره، وصل لمراكش، شد لوطين، نعس، وصل بالليل عيان، الصباح فاق في مراكش. اتصل بالكوميسير الهاشمي وقال له الكوميسير الهاشمي احنا كنتسناوك. فعلا جا الكولونيل، قال له ودي انا راه جيت باش ندير واحد البحث على الوالد ديالي، راه مقتول ومقتول بقرطاسه وهذه. وقال له عنده علاقه احنا مشاكين في محمد. قال لي الهاشمي الكوميسير ديفيزيون، قال لي الهاشمي شكون محمد؟ قال له محمد راه كيبيع الماكله، كيبيع الساندويتش في جامع الفناء. قال لي كنعرفوه. هو يتبهر داك الكولونيل. قال له يا سيدي عندكم معروف؟ قال لي كنعرفوه. قال لي ماشي الا كنعرفوه، وانما ما غاديش نقول لك السر ديال العمل ديالنا، ماشي ما كنعرفوه، وانما باختصار حنا رامين عليه العين هذه مده، حنا رامين ما عندناش اخبار عليه داكشي. قال له شنو المشكل؟ قال له ودي هاكين وهاكين، الاب عندي في الوقت اللي كان صغير باقي جون وغادي يجي يتزوج بالوالده، كنطلب منه شي فلوس باش يخلص تيكيت وما رضاهاش له، وكان كيهدده، كان تهديدات على ما سمعت المعلومات اللي جاب لي المفتيش ديال الشرطة اللي واخد الملف في نيويورك. قال لك احنا بغينا دابا نتحقوا مع هاد محمد، نشوفوا علاش كان كيهدو وكيفاش يعني توخرت التهديدات. قال له ما كاين مشكل. قال له احنا على قبل هاد لافير ديال القتيلة غادي نجيبوه، اما العمل ديالنا معاه، العمل ديالنا احنا راه مستمر، احنا عندنا معاه لونكيت حنا، ولكن بعاد عليه. قال له واخا. وفعلا الكوميسير صيفط لي زانسبكتور، مشاو تيقلبوا عليه، ما لقاوش في الكروسه، لقاو ثلاثه الخدامه، جوج كي يبيعوا الساندويتش اسمه، واحد كيغسل المعان وداكشي وكيضف الطبله وداكشي كيتسخر. قال ليه وما رجعوا عند الكوميسير دوك لي زانسبكتور، قال ها لقينا وها لقينا وها لقينا. الكوميسير الهاشمي غريب، هاد السيد عنده ثلاثة خدامة، علاش شحال كيصور في النهار؟ دابا الكولونيل مشى لوطير، رجع لوطير. دابا الكوميسير الهاشمي كيهضر مع اسمه بينو وبين لي زانسبكتور، الكولونيل رجع لوطير ديالو كيتسنى الإعلانات ديال الكوميسير. قال لي ما تخيب شحال، ياك حنا مراقبينه شحال هادي، حنا مراقبينه، ياك كنعرفوا المدخول ديالو، كنعرفوا كلشي. قال لهم الهاشمي ياك كتعرفوا فين كيمشي، كتعرفوا فين كيمشي، ما تيكونش في الكروسه، هو ما كيعمرش ديما في الكروسه، الكروسه عا كيجي كيبان مع الكليان ويتفلى ويضحك وهذه كيبين راسه بانه هنا، وحنا كنعرفوا بانه راه ما تيعمرش في الكروسه، كنعرفوا واش كيدير، هذيك الكروسه ديالها غادفه غادرقه. اوكي غادي تمشيو لكيليز، غتمشيو لكيليز ديك القهوه المشهورة، ديك القهوة الكبيرة الفخامة، داك النقش وداك الشيء راه غادي تلقوه تما.
غتلقاو تما غتجيبوه. فعلا داكشي مشاو مشاو ما يلقاو كسال قاعد في الفوطايل قاعد كيهضر الصحابات والصحابات، كلشي كيحترمو تما وكلشي كيقدرو. وجا هذا قال له تكلم يا رباك سي الهاشم، كوميسي هاشم. قال له مرحبا، يطلع طلع داو معاه في الطوموبيل، داو داو في الطوموبيل دخلوه، بقى الكوميسي كيتسنى. قال له واش عرفتي علاش جيتي؟ قال لهم لا. قال احنا نقولك علاش جيتي، احنا غادي نقولك علاش جيتي، حنا كتعرفو، حنا كنعرفوك، كنعرفوك بان هذيك هذيك الكروسه دايره 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 دفه، وكنعرفو عليك كل شيء، وهنا غادي نحدو معاك، ومن هنا هنا ما غاديش تخرج، هنا ما غاديش تخرج، غنديرو معاك لوكيت وغنديرو معاك كل شيء، وهنا ما غاديش تخرج من هنا حتى تقول لنا كل شيء. شنو العلاقه ديالك بين بينك وبين عمر؟ قال لي عمر. ايه قال لي عمر، عمر اللي خلصتي ليه البي. قال لي ما داك صديقي، هذاك صديقي. ايوا عاودنا شنو وقع، وعاود لهم من اتل زد. قال لي ودي درت فيه خير وغدر بيا، وما عمرو اتصل بيا، ما عمرو عيط ليا ودا ليا فلوسي ودا ليا. قال لي هددتيه بالقتل. قال لي ما الناس يقولوا، الناس يقولوا بان الناس عندنا الشهود، حنا درنا البحث ديالنا ودرنا كل شيء، هددتيه بالقتل كاينه ولا ما كاينش؟ هي وراه عاكت كنقول، عاكت كنقول وكن اسمو كنتي كتقول هادشي، ما خليتي فين قلتي هادشي؟ وهادشي وصل حتى لنيويورك. وكان واحد خينا من عندكم تما، واحد خينا اتصالات، الاتصالات اللي عندكم. قال له انا ما عندي حتى شي واحد. قال لي ما عنديش حتى شي واحد، ما كنتصل حتى بشي واحد من نيويورك وهادي وهادي. قال لي ما كنتصل حتى بشي واحد. خوك اللي في هولندا، خوك اللي في هولندا نحبس. قال له نحبسو، نحبس ولا نزيد؟ خوك اللي في هولندا نعاونك شويه. البارو، 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 البارو اللي كي هو باها تما، نزيدك شويه نعاونك شويه. وقال لي اسمح لي سعادة الكوميسير، انا غادي نقول كل شيء، غادي نقول. قال لي يلا قول، قول. قلنا احنا راه متبعينك، احنا راه متبعينك، كنا متبعينك شحال هذه، راه اكثر من عام ونص هذه احنا متبعينك، احنا كنعرفوا اش كدير. هذيك الكروسه راه قدفه، غادي تقول لنا كل شيء دابا، وغادي تبدا ليا القضيه ديال محمد، اما القضيه ديال الغسيل ديال الفلوس والتهديدات اللي وصيتي خوك، وخوك هو براسو كيف كينفذ العمليات. حنا راه درنا البحث، خوك المهنه ديالو الاولى قبل ما يولي الباترون راه كان العمليه ديالو، العمل ديالو كان كينفذ الاوامر، ملي كيعطيو كيقول له قتل هذا كيمشي يقتل هذا. دابا ماشي بعيد باش يكون خوك يعطي الاوامر من نيويورك والقضيه العمليه تنفذت ويتصير. سبحان الله، تصير محمد، تصير. قال لي ودي نقول لكم كل شيء، نقول لكم كل شيء. قال لي هو قول، راه عندك قتيله على عنقك، انا عندك روح على عنقك، عرفتي راه عندك المؤبد، ما كاينش اللي غيخرجك، ما غاديش يخرجك منها. وحنا كنعرفوا الكروسه دايره جفه، والقهوه هذيك القهوه، هذيك القهوه راك دايره في السميه ديال المراه اللي في كيليز، اللي هي مقيمه عليك بشي 500 مليون، راه في السميه ديال المراه. هادشي راه كله غيتسيزا. حنا راه غادي نتصلوا بالشرطه في المانيا، في هولندا، وغادي دير لنا تقارير على خوك. وحنا كنعرفوا بان الفلوس ديال هولندا، ديال 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 الدروك، ديال المخدرات، دخلات لهنا للمغرب، ونعطيوك الوقت اللي كان دخلات للمغرب. حنا عندنا جميع المعلومات، وشريتو هذيك القهوه ب 500 مليون نزيدوك، ودرتيها في السميه ديال المراه ديالك نزيدوك، وعطينا المعلومات وقلنا ونخرجوها. حنا بغينا نخرجوا هذا الموضوع، لان عندنا واحد السيد عمر ولده راه جا من امريكا، وما خصوش خصو يمشي يرجع لامريكا بالمعلومات الصحيحه. دابا غادي انا حنا تنقول لك واحد القضيه، كارنتي ما غاديش تخرج، ما خرجش من هنا، ما خرجش من هنا، غادي نعتقلك من بعد. انا كنقول لك الصراحه، ولكن الا ما قلتيش الحقيقه غادي تمشي بالروح،
عاد زيدوا عليك غسيل الاموال، داكشي غسيل الاموال ديال الدروك ديال خوك، وزيدوا زيدوا زيد. دونك المؤبات كتشوف فيها، قال له انا غادي نساعدكم ونقول لكم شنو كاين. انا ما عندي علاقه في ما عندي مدخل، انا ما عمرني قلت. قال له شوف، قال له المفتي جي الشرطه مشى الكوينز واتصل بواحد خينا كيخدم مع اخوك ودار البحث معاه، وكان سولو وسولو على هذا الشيء، وقال له ايه انا كنت كنهددو، كنت كنهددو باش يعطيك فلوسك، باش يرجع لك فلوسك. قال له قال له هو كان كرفض، هو كان يعني ديما كيلقى المبررات، ولكن في الحقيقة ملي بحث داك المفتي ديال الشرطة وحث بعيد، الفلوس كانت غير سبة. أنا تنقولوا لك الفلوس كانت غير سبة، ما كانش مشكل ديالكم ديال الفلوس، قولي لنا الحقيقة. قال لي واخا نقول لكم الحقيقة، ولكن أنا ما قتلتوش. قال لي قولنا الحقيقة. قال لي أنا ملي عطيته المليون خلصت ليه البيي ومشى للميريكان، واحد النهار كان اتصل بيا قال لي يا ديرة ما عنديش وهادي وهادي وهادي، راني مأزم. واسمو قلت له غادي تخدم مع الخوادري، قلت له غادي تخدم مع الخوادري، يخدم مع اخوك اللي في هولندا البارو. قال له ايه. قال له شادي يخدم مع اخوك؟ قال له يخدم معاه في داكشي ديال الكوكايين وداك الشيء. هو ملي سمع داك الشيء تهرب، ما تلاش اتصل بيا وقتلته. قال لي لا، قال له حنا هددناه ولكن ما قصدناش. انا ما عارفش الا قتلوا شي واحد خويا صيفط لي شي حد وشي حاجه ممكن، ولكن انا ما عنديش في هذه المدخله. اوكي، قيدوا لي ذاك الرابور داك الشيء اللي قال، هودوه، اتصلوا هما بالشرطه في هولندا، مشات الشرطه كتقلب عليا ساق الاخبار، هرب، هز الباسبور مزور، كل شيء مزور، عنده الفلوس ديالو هو في بنما، عنده الفلوس شتت الفلوس هو عنده في بنما، عنده في جميع البلايص اللي كيغسلوا الاموال. لامريك دي سود راه كاينين البنكات تما اللي ما معروفينش ما كيتسمعوش، ومفرق هو فلوسه، مطور هو، ما غاديش يمشي غير لبنما يبرك تما، لا مطور فرق فلوسه، خلا فين كاين، في حتى في عنده فلوسه حتى في ديك البنك اتش بي اس اش كيسميو البنك كوميرسيال هونغ كونغ، اتش بي اس هونغ كونغ بنك كوميرسيال، هذيك هي اكبر بنكه في العالم، اتجر بنك في العالم اللي الاقتصاد الى وقفات الاقتصاد يهود ديال الدنيا كلها، وهي اللي كتغسل مزيان، كتغسل الكارتير، دوك لي كارتير، دوك الواعرين، هي اللي تما فيك حطوا فلوسهم، وعارفين الدول، عارفينها وعارفينها، ما عندهم ما يديروا، عارفين هو عنده الفلوس، ما عنده هو سان بارو كبير، واعر بارو كبير هو. المهم هرب، بقات عليه بحث، داروا عليه بحث دولي، دخلت فيها الانتربول. المهم دار السيمانة، طلعوا سيمانة، طلعوه، طلعوا لي محمد، قالوا دابا غتقول لنا شنو كاين، فكرتي مع راسك شنو؟ قال لي مودي المدخلة ديال الروح، أنا كما قلت لكم راه اسمه، ولكن هاك غسيل الأموال كاين، هذيك الكروسة غير دفعة، هذيك فعلا هذيك الفلوس ديال القهوة فعلا ديال المرأة. المهم قال لهم كل شيء، قال لهم كل شيء، صافي، ما عرفت كيشوف راسه، حياته مشات، اللهم يسر في حياته. قال لهم ولكن غادي ديروا معايا زعما، قبل ما نقول لكم شنو كان، غديروا معايا ديل زعما بيع وشراء. قال لي طيب ولي في البيع والشراء، اش بغيتي نبيع وشراء، اش ندير معاك؟ قال لهم هضروا مع القاضي باش ما يعطينيش المؤبد. قال له اسيدي كنقاولك، انا نتصلوا بوكيل الملك، قلت لنا الحقيقه كنقاولك نعطيوك عهد مع وكيل الملك باش ما يعطيوكش المؤبد، صافي. وقلنا شنو كاين، هو يقول لهم كل شيء. قال لهم على هو كان عاقي كيغسل الماعن، هو كيغسل الماعن محمد، هي الفلوس كتدخل ها كيغسلها هو، كيغسلها هو، وعندهم فلوس مدخلها في الدار، عندهم واحد الفيلا بعيده ما عارفه حتى واحد، فيرما، وعندهم الصناديق تما ديال الفلوس ديال خوه، عندهم الدولار وعندهم الدوفيز وعندهم هادي وهادي. قالوا داكشي علاش
البي ديال الطياره جاتك ساهله. البي ديال الطياره باش تخلصي على المانيا جاتك ساهله. المهم قرب داك الشيء، دوزوا محمد، عيطوا لان ما بقات لي والو، خصو يرجع كولوني مجيد. قالوا لا فيها فيها وفيها فيها، هذا ما عندوش مدخله. كانت تهديدات على عمر، كانت تهديدات، وكانوا كيهدوا عمر ماشي باش يخلص البي. هذيك الفلوس اللي عطاها، اللي عطاه محمد غيقنع عليه يدخله يشدو، اما هي الغرض ديالهم هو يخدم معاهم في الميريكان باش يبداو يديروا، يبداو يجيبوا الدروغ وداك الشيء يبيعوا لهم هو في الميريكان، ويدبر لهم على البزنس في الميريكان وداك الشيء. عمر ما كانش كيبغي داك الشيء، كان فيه الكذوب، هي الكذوب كان فيه الكذوب، وكان يعني كان مانيتومان سيتو مالادي ديال الكذوب، وكان فيه ديال داكشي ديال القمر. اما الدروك ما بغاش يدخل معاهم في الدروك، وقال لهم كون هو داكشي يمكن علاش قتلوه. قال له حنا حاليا غادي نعتقلوا اخينا هذا، وراه تنقلبوا على خوه، راه هرب من هولندا فهمتي، وغادي نعطيوك المعلومات ونعطيوك اتصالات الى بغيتي تعمل الدور ديالك مع هولندا باش تعرف شكون هو اخوه. وقال لهم انا غادي نطالع، غادي نحاول ما امكن اني نعرف شكون هو، ونعرف حتى التصور ديالو، حيت يقدر يكون في الميريكان، الا هرب غادي يكون في الامريك لاتين، ولا يكون في الامريكا عندنا ولا شنو. المهم غندير المجهودات ديالي، من بعد ندير المجهودات، من بعد خصني نتصل مع المفتش ونعطي هذه المعلومات هي الاولى باش نتاكدوا. فعلا دوزوا محمد، حكموا عليه، تحكم قضى 20 عام، وسيزاو الكروسه، دوك ثلاثه مشاو للشوماج واللي كانوا خدامين، كانوا كيتخلصوا تما هاكيا، ما سيقيش خبر، ما داخليش بداك الشيء. وسيزاو ديك الخوه اللي كانت عامله شي 500 مليون، سيزاو هذيك. الكولوني رجع شكر الكوميسير هشيم، هشام ولا هشيم، والله ما كيتعقل دابا، انا عا كندير داك الشيء من الدبر ديالي، تبتوا معايا شكرا. المهم شكر هذاك الكوميسير، شكروا بزاف، شكر دوك لي زاجون ديالو، وجا في حالته وقالوا لي مرحبا كولونيل مجيد، اي وقت بغيتي، اي وقت بلا ما ديراجع، الى عندك شي سؤال اعيط لينا وداك الشيء نساعدوك. فعلا مشى في حالته ورجع الكولونيل مجيد للنيويورك، خذا واحد الراحه، ريح واحد النهار، وغد ليه ديك المعلومات كلها اللي عنده في الملف، اتصل ب ب ب داك الشرطي اللي عنده تحقيقات ديال التحقيقات هنا في الميريكان. داروا رانديفو، مشاو لواحد القهوه ترونكيل، جمع الملف، عطى الملف ل اسمه داك المحقق ديال نيويورك، قال له هادشي غريب، هادشي فيه يعني، ملي قرا داك الملف وداك الشيء وعطاه المعلومات قال له هادشي غريب. قال له الكولونيل فين وصلتي؟ قال له ودي هذاك محمد الاخواني اللي كان مع الحبس تحول. قال لي ما بقاش، قال لي في هذيك لا بيريود اللي طاحت، هذيك ملي طاحت الروح، طاحت الوالد ديالك كان تقتل، ملي كان تقتل هذيك لا بيريود تحول. قال لي هذه زعما هذه شي حاجه جديده. قال له ايه. قال له وهذوك اللي مشكوك فيهم، دوك الباكستانيين، دوك اللي نقولوا يمكن بغى ينتقموا منه، يمكن كانوا كيظنوا هو اللي كان غير جاسوس وجاب لهم لا سي اي. قال لي اش غنقول لك انا. قال له غادي خصني نلقى هذا محمد الاخواني بعدا، ملي غادي ندوز ليه، انا ما عرفتوش فين كاين، غبر ما عندوش لاطار، انا داخلي الشك في هذا، هذا كان شي حاجه قتيله، انا داخلي الشك في هذا. قال له اوكي، قال له واخا، قال له انا ما عرفش فين ساكن، قلبت سولت المعلومات، خبر كانه دخل الشك، كانه خرج من امريكا بحال مشى شي بلاد. كولونيل مجيد قال له شوف، قال له انا غادي نرجع لغوانتانامو، غادي نشوف هذوك السجناء اللي كاينين تما، غادي نشوف نسول معاهم، وغادي يعطيوني لابدا، غادي شي واحد كيعرف المعلومات على العائله ديالو فين كاينه، ولو
خارج الامريكا ولا داخل امريكا في اي، قلت انا غادي نمشي نجيب المعلومات ديالو. قال له واخا، قال له ملي دير عندك معلومه اتصل بيا. فعلا الكولونيل تسلمه ورجع حالته. دازت واحد تقريبا شي شهر، خدا واحد لا بيرميسيون من البنطاغون ويمشي الطياره ومشى لغوانتانامو. مشى لغوانتانامو، مشى سيدنا دخل تيدير لونكيت تما، وخدا لا ليست، عطاوه لا ليست دوك ديال السجناء اللي كانوا مشدودين مع عمر من باكستان، وخدا منهم واحد. اكثريتهم خرجوا، كانوا غير تزرفوا، اكثريتهم دوزوا الحبس ودوزوا اسمه، ولكن خرجوا. بقاو فيهم شي جوج ولا ثلاثه واللي بقاو. خدا فيهم واحد وقال، قال واحد العسكري تخرج لي هذا، تخرج لي هذا، تخرج لي هذا، غادي عندي معاه شي سؤالات وداكشي خصني نشوف. فعلا خرجوا ليه برك، قال له خصك تشرب شي حاجه ولا شي حاجه، شهيتي شي حاجه شحال هادي، يمكن ما شربتي شي قهوه ولا شي حاجه. قال له قهوه كحله شحال هادي، عمرو مسكين سنين هو مريح تما، عمرو شرب قهوه كحله. عيط لهذاك العسكري قال له جيب له قهوه كحله، جاب له واحد القهوه كحله، شي بيسكي كرات، شرب مع راسه. قال لي عرفتي علاش جيت؟ هذاك خينا بدا كيترعد، تيخاف مسكين، تيسحب واش عنده شي تهمه اخرى ولا شي. قال له شوف، قال له انا بغيت تقول لي واش ذاك محمد الإخواني، محمد الإخواني، ياه كتعرف محمد الإخواني؟ قال لي راه هو اللي صيفط عمر عندنا. قال لي قول لي عنده شي عائلة شي بلاصة، ولا عنده شي كتعرف العائلة ديالو؟ كتعرف العائلة ديالو؟ قال له عنده فاميليا ديالو في شيكاغو. قال له عندك شي معلومات على العائله ديال شيكاغو؟ قال له ودي راه كان في من العائله ديالو، راه كان شي واحد كيجي زورنا، هو نيت من باكستان كان كيزورنا وداكشي، وخصم بنتختو ولا شي حاجه هكذا. قال له انا ما عرفتش ديتاي. قال له راه الا كان عقل كان هو جانا كان كي زارنا واحد الخطره، وراه قال لك كيسكن حدا داك الكوليج، واحد لينيفرسيتي تما، هو كان مصاحب مع واحد الباكستاني تما، عنده واحد البيسري معروف، هذوك لي يونيفرسيتي كاع دوك لي زيتيديون كيجيو تما، كاع لي زيتيديون كيجيو تما. قال له راه بلي ما راه هذاك لونيفرسيتي راه حدا لوطيل، حدا واحد لوطيل اش كيسميوه، اوتيل مارشال ولا شي حاجه هكذا. قال له اوكي اوتيل ماريشال، عرفت اليونيفرسيتي كتهضر عليها. قال له عنده بيسري تما، عنده بيسري تما. قال لي صافي، قال لي شكرا، قال لي هذا هو المعلومات. جيت قال له اندرا في الامور ديالك انت فين وصلات واسمو؟ قال له سيدي كتشوف يا راه عامد لهم واسمو واسمو. قال له انا غادي نرجع باش ندير معكم شي بحث ثاني عاود من جديد ونشوف نحقق معكم، خصكم تقولوا الحقيقه، عا قولوا الحقيقه، قولوا لنا على الحقيقه، هو كاين حتى مشكل غادي تخرج ياك خرجوا بعد. هذوك صحابك مشاو، قال له مشى قولوا لي رجع في حالته، جا لهنا للدار عنده ريح. كتعرفوا بان الكوليرا تجوج، عنده وليدات كما قلت لكم دبلون، عنده واحد سمع وليده على عمر على باه، والدريه اسمها ساره. جاب شكريطات وجاب شكلاط وجاب اسمه وجاب شي حوايج ليهم هما، داكشي اللي كان كيدير لأبوه، كيدير الطبع ديال باه مسكين. وسمع على باه عزيز عليه عمر، سمع داك الوليد سمع عمر سمع. المهم غد ليه خد الطيارة مشى بات في هذاك الأوتيل، وصل بالليل وبات في الأوتيل، الصباح مشى لهذاك البيسري. هذاك البيسري مالو، هذيك الباكستاني ماشي غير كيبيع ساندويشات ولا كيبيع، راه ريستورون تقريبا ريستورون معروف. مشى دخل تما مشى يفطر تما، عيط على الكارسون قال له فلان فلان، قال له ايه راه هو البوس هو موشي. قال له عندي معاه شي هضره وداك الشيء اسمه. قال له راه غيجي، راه كيجي معطل هو هذيك 10 10 ونص. قال له راه غادي يجي.
فقال له لا جا، قول له راه مجيد ما بغاش يقول لي كورونا، قال لي مجيد، قول له راه واحد الاخ مجيد راه جا كيسول عليك مني وكان بغا يهضر معاك. فعلا فعلا جا قال له جود مورنينغ جود مورنينغ، قال له ودي كتسول عليا انا منشي، قال له ودي الا جات على خاطرك كورونا، قال له ما قالش انا كورونا، قال له شرفني باسمك، قال له وهيم وهيم اوكي، قال له انا ما جيت، تفضل وهيم ريحو، قال لي شوف، قال له انا عندي واحد السؤال مهم مهم مهم، انا عندي واحد السؤال بغيت نسولك، هي كتعرف محمد، تيقول لي محمد الاخواني، قال له دايره من العائله، قال له واش ما شتيش معاه، قال له كيتصل بينا في التليفون ماشي مشكل، قال له عندك النمره ديالو، قال له عندي النمره ديالو، قال له واش يمكن لك تعطيها ليا، عطاه النمره ديالو، قال له شكرا، قال له هو فين كاين، قال لي ما ودي هو ملي تحول من نيويورك جا سكن هنا في شيكاغو، ولكن بعد ما عجبتو شيكاغو بارده عليه فهمتي وقالت اسمه، قال لي غادي يمشي لتكساس، دابا هو كيهضر معايا بالتليفون اسمه ماشي بزاف هذه باش تحول، وراه مازال تيقلب، قال لك من هنا كيمشي لوطيل، من هنا مازال كيقلب على سكنه في تكساس، قال له واخا، قال لي ما كاين مشكل، كولونيل مجيد وعيط ليه، عيط ليه ما لقى ديك الساعه التليفون مسدود، المهم رجع في حالته، شكرا لك خينا، رجع في حالته لنيويورك، عاود اتصل بيه في العشيه ويجاوبه، جاوبه محمد الاخواني، جاوب كولونيل مجيد، قال له انا معك مجيد، قال له شكون انت، قال له مجيد، قال لي شكون مجيد، قال لي انا ولد عمر، قال لي يا كان هضر لي مسكين عليك، كان هضر لي عليك بخير، لاباس عليك، هانيه بخير، صحيحه كلشي بخير، هانيه يعني كي داير عمر، قال لي كي داير عمر، قال له عمر، قال لي الوالد ديالك كي داير مسكين، كي داير بخير، وهذه راه ما عادش اتصلت به، كان كيهضر معايا وداك الشيء، قال هذا هو الكورونيف في البلاصه، كي واش هذا كيتريقل عليا ولا بارئ، اما كيتريقل عليا ولا بارئ، وحده فيهم، قال له انا ما عرفتيش عمر اش وقع عليه، قال لي لا، قال لي زعما على نيتك، زعما على نيتك كتهضر، ما عرفتش عمر اش وقع عليه، قال لي لا ما عرفتش انا اش وقع عليه، كاع اش وقع عليه لاباس عليك، ما في السبيطار الراجل، ولدي يدخل لي الشك، كورونا كيدخل لي الشك، هذا خينا كيتريقل عليا، هو يقول لي انا راه الوالد عندي، راه قال له راه تيقول دادي راه توفى، الله، قال له الله، ما حد هو تيهضر هكذا، هذاك ما حد هو تيهضر بهذه الكيفيه هذه، هو كيدخل لي الشك، عرفتي راه كولونيل، راه قاري لا بسيكولوجي، ما تنساوش راه طبيب، راه كان عقيد دابا ولا كولونيل، راه نجح بزاف ديال الحل، بزاف ديال المشاكل في هذيك غوانتامالو، داك البحث مع داك الشيء ديال التيروريزم، داك الشيء راه نجح بزاف، راه داك الشيء طلع في كراد، راه ولا كولونيل دابا. المهم قال له اوكي، قال له اختصار ما فراسكش بانه توفى، قال له ما فراسيش انا بانه توفى، قال لي ما اش وقع عليها، شنو مرض ولا شنو، قال له شوف، قال له تقتل، ويسكت محمد الاخوه يسكت، قال له الو، قال له هي، قال له تقتل، قال الله الله الله، تاكيد معاه، الله يرحم ارواح، الله يرحم ارواح، انا لله واليه راجعين، مشى معاك باسم اجي، مشى معاك الكولونيل ما جيت، مشى معاك، قال له شوف، قال له دابا باش تعاوني، اذا كان عزيز عليك عمر باش تعاوني غادي تجاوبني بصراحه، واش عندك شي علاقه في هذه الجريمه، قال لي الله يا ودي انا ما عندي لا علاقه لا والو، قالوا انت عرفتي انت اللي سافرتيه لباكستان، انت اللي سافرتيه لباكستان، ومن باكستان مشى لافغانستان وترينا، قول له على حسب ما سمعت انا، مع مرور مشى على ما حسب ما سمعت انا، بصيفته الباكستانيه مشى ترينا في باكستان، وتعلم بزاف في باكستان، تعلم الفنون القتاليه، وتعلم القنص، تعلم
يتيري وتعلم المصارعة يعني الفنون القتالية، ويعني وطلع مزيان، طلع مزيان، ولكن كانوا عرضوا عليه باش يمشي لأفغانستان باش يحارب ضد الجيش الأمريكي، ولكن رفض، كان رفض. ايوا، وقال له ملي رفض بقى تما، بقى تما، انا ما سمعتش. عاود الناس هو اللي دار، هو اللي فعل، اللي ترك، انا هادشي اللي عاودوا لي، هادشي اللي سمع. قال لهم مين سمعت هادشي؟ انا سمعته من بعض شي وحدين اللي عندهم شي شويه ديال العلاقه مع هذوك اللي كانوا شدودين واللي كان معاهم، وكان كيعاود وكيهضر بزاف، كيعاود بزاف. شي اللي سمعت، هذه الحقيقه، اما انا ما عنديش مدخله. وقال لهم ما كتعرفش، زعما يعني ما عندكش شي فكره شكون اللي غادي يكون ورا هذا الاساسينا، ورا هذا الاقتلاء هذه. كيهضر مع بلونجري وكيهضر مع بالعربيه، حيت كولونيل ماجد كيعرف العربيه، كيعرف الدارجه، تيهضر بحالنا. قال له، قال له ودي راه كان واحد تخينا كيهدو. هو رجع ديك الهضره ديال القضيه ديال محمد اللي في اسمه. قال لي ودي راه كان واحد خينا كيهدو، وهذا خينا تيقول لي انا عندي عليك، شوف انا ما نخسر عليك، انا هاد القريطيسه هادي نخسرها لك، نخسرها عليك في الراس. انا قال لي الا ما تعطيش، تيقول لي الا ما تعطيش، تيقول قدام الناس يقول لي الا ما تعطيش. ملي كنسولو حنا محمد عمر تيقول لنا راه كيسالوني فلوس. هادشي هادي الهضره اللي كاينه. والكولوني تبت بان السيد كيقول الحق، لان باش المقارنه ديال الهضره ديال محمد، هذا محمد هذا اخواني، المقارنه مع داكشي اللي جاب من عند الكولونيل هشام، مقارنه مع قلت لكم انا كولونيل كوميسير، اسمحوا لي، مع الكوميسير ديال لابيجي، المقارنه قد الهضره كيعرف بان هذا السيد يقول الحقيقه. قال له واش حنا بغينا نتاكدوا، واش غير هذاك اللي كان كيهدو؟ قال لي اسمعني يا السي مجيد، انا على حسب ما قال لي عمر، وكان خايف هذيك الايامات. قال له شنو؟ قال له راه سرق شي فلوس، راه سرق شي فلوس، سرق شي فلوس، وتيقول لهم انا خديت الدية، انا الفلوس، انا حيت كانوا كيسولوه وكيخلص على هذا وكيخلص على هذا، وبقى كيقمر وتيقمر فلوس صحيحة. قال له سرق فلوس لمن؟ عمر ما كيسرقش، عمر ما عمرني سمعت. قال لي لا اسمح لي يا سي مجيد، ماشي سرق، انما يعني عمل واحد القضيه، عمل على ما سمعتها. قال لي على الدقيقه على ما سمعت، قال له عمل شي عمليه مع هذوك شي وحدين خطار، دوك شي وحدين كيجمعوا تما خطار. قال لي تيقمروا فلوس صحيحه، ودا لهم فلوس الرزق ديالهم، ورغم اللي غادي يكونوا راه تما في. قال له، انا على ما قلتي لي، انا باش كنحس، نقول لك الصراحه، على ما قلتي لي ما عاودتي لي، انا نقول لك الصراحه، انا كنحس بان القضيه كاينه تما. الا مشيتي في هذيك ديال الكوينز، الا مشيتي للكوينز في هذيك البلاصه وقلبتي، راه عندهم كاينين عندهم لي بار، راه في السوتيران، في السوتيران عندهم تحت الارض، راهم تيقمروا تيكونوا على الخطر، راه ما تيدخل حتى واحد. الا مشيتي تما وختي المعلومات تما، راه غادي تلقى القاتل. قال له راه عمر راه كان متبوع، كان متبوع من ناحيه التهديدات، من جهه واحد تيعاود لي واحد خينا بارو كبير في هولندا اللي هو خو محمد اللي هو في جامع فنا، وقال له كان متبوع بالتهديدات، مع انه كيقمر مع ذوك القماره، شحال ديال الفلوس كيسالوه مباشر، يردوا لهم باش يرد لهم فلوس. قال له هذه قيد داك الشيء لكم. قال لي شكرا. قال لي واش يمكن لي الا احتجتك نسولك نتصل بك، ما كاين مشكل. قال لي على راسه غير مرحبا. قال له انا كنقلب على الدار، مازال كنعس في الاوتيل، راه ملي نسكن مرحبا جي عندي، الا بغيتي دير معايا سيجور ولا شي حاجه، ها الدار جي عندي، ما كاين حتى مشكل، دير معانا، انا مستعد نعاونك، انا عمر واخا هكذاك بقى فيا وعزيز عليا وهذيك واخا. شكرا. رجع الكولونيل لنيويورك، بات هذيك الليله، الغد اللي اتصل بالمفتش ديال التحقيقات هنا،
قال لي عندي شي معلومات. قال لي شنو؟ تلاقاو مشاو جلسوا في واحد القهوه في واحد الاوتيل. قال له انا المعلومات اللي عندي انا كاين تهديدات ديال خو محمد داك البارو اللي في هولندا، كاين تهديدات كيبقاو لي سوسبي، وكاين تهديدات عمر الوالد عندي الله يرحمه قال لي كان يقمر ودا الفلوس ديال شي وحدين ديال القبر، دا ليهم الفلوس وكانوا كيهدوه بالقتل. قال لي هادي، قال لي هادي حنا على الطريق، على الطريق صحيح. قال لي انا غادي نقوم بهذا الواجب. قال لي بطبيعه الحال شغلك هذا، قال له قوم بواجب، لان لافير ديالك ديال كوينز وديال اسمه ديالك انا ما عليا الا لو كانت شي حاجه على برا، وانا غادي نعمل المجهود ديالي، غادي نمشي لهولندا ونعمل المجهود ديالي وناخذ المعلومات على خو ما كنعرفش السميه ديالو، انا على خو محمد حيت الكوميسار تما ما بغاش يعطي السميه، ما بغاش يعطي عقلو، ما بغاش يعطي السميه ديال داك البارو خو محمد. قال له انا غادي حيت الكوميسار علاش ما بغاش يعطي السميه؟ حيت بغى هو بيديه يمشي ياخذ السميه، ما يكونش شي غلط ولا شي حاجه. قال له انا غادي نمشي لهولندا وغادي نبحث ونشوف التصاور والسميه ديالو الحقيقيه وداك الشيء، وغادي نبحث ناخذ لي زيربريت وغادي نبحث وغادي ندير لوكيت ديالو وغادي نجيب هاد خينا نجيب. قال له واخا واخا. فعلا رجع في حالته كولونيل، طلع في حالته رجع للدار ديالو مع وليداتو وداك الشيء، وبلي مشى للخدمه ديالو. دابا ولا كيخدم في البنتاغون، ولكن عنده مازال الا كان شي بحث عميق ولا شي حاجه كيصيفطو هو، هو اللي كيدير لوكيت مع دوك التيروريزم، مع داك التيروريزم داك الصداع المعتقدين، مازال هو اللي كيدير لوكيت الوقت اللي كيحتاجو كيعيطو ليه كيمشي يدير لوكيت. رجع في حالته خدام مع راساتو، كيتسنى الوقت، لانه واخد الوقت بزاف ديال لي بيرميسيون اللي خصو. خدم واحد دس عليها تقريبا واحد شي 9 شهور ولا تقريبا 10 شهور دازت عليها. وكان في هذيك 9 شهور كان مع اتصالات مع المفتش، فهمتي، مرة كيعيط للمفتش تيقول لي فين وصلتي وداك الشيء، تيقول لي انا راه قريب، رانا عندي لي زانديكاتور، وصفت، لان المحلات ديال القمر ما تنعرفوهمش، ما كاينش اللي كيهضر خطر، ورانا كنخدم مع لي زانديكاتور اللي هما تيخدموا معاهم وداك الشيء باش يجيبوا لي المعلومات، وديك الساعه يمكن لي هذا الشيء كيطلب وقت. فعلا قال له خذ وقتك. دازت الامور، دازت على شي 10 شهور وش الطياره مشى لهولندا بالمعلومات اللي عنده، تلقى بالبوليس ديال هولندا تما المفتشين، وعاود لهم قال لهم شنو كاين وشي كاين. قال لهم اودي هاد البارو اللي جيت انا تنقلب عليها راه هو يمكن يكون مور لاساسينا ديال الوالد عندي، وهاد الدوسي ها هو، ها الملف ها هو وجدتو لكم، وكان عنده هاد. قال لهم بعدا انا بغيت نعرف هذا البارو هذا اللي هربان، اللي راه عندكم واحد المعلومات من عند الكوميسير هشام في مراكش كذا كذا كذا، راه هذا البارو بغيت نعرف السميه ديالو بعدا، اللي هو خو هذاك محمد اللي في جامعه الفنا. قال له اسمه حميد فوله، تعيطوا لي حميد فوله. اوكي. قال لهم واش عندكم التصاور ديالو وداك الشيء؟ قال له عندنا التصاور. قال لي واش يمكن لكم تعطيني شي تصويره ولا شي حاجه ندير القوم بالواجب ديالي انا ونعمل البحث ديالي، لان غادي نمشي لبنما، غنمشي للبلايص، غنقلب على اي بلاصه، اي بلاصه في ما قالوا لي غادي نقلب عليها. قال له نعطيك التصويره ما كاين حتى مشكل. عطاو التصويره، عطاو كل شيء، عطاو الفيش ديال لي زامبرات ديالو وكل شيء. اوكي. شكرهم بزاف واسمو رجع في حالته، دخل في حالته، بقى خدام كيتصدى الوقت اللي غادي يجي غادي يدير هو البحث ديالو. ما تنساوش بان الانسبكتور راه كيعمل الدور ديالو، كيعمل البحث ديالو. وما تنساش بان عمر راه تقتل، ملي تقتل راه ما بقى عنده لا اوراق لا والو. اللي فيكم ما تبعش القصه الاولى خصو يرجع للقصه الاولى مزيان، ما يتسنص لهادي، يرجع للقصه الاولى. انا كنت نقولها لكم قبل، خليكم شايف وسط لافير نقول لكم، رجع القصه الاولى باش يتبع مزيان، باش يفهم القصه مزيان. راه عمر ملي تقتل راه ما عنده لا اوراق لا والو، ما لقاو لا فلوس لا والو، لا اوراق لا فلوس لا والو، بقاو مجهول. هذا عمر هو الاب ديال المجيد، كولونيل المجيد، خيار
رجعوا للقصه الاولى، حبسوا هنا ورجعوا للقصه الاولى مزيان لكم باش تتبعوا مزيان. اللي ما عرفش هذا القصه، اللي كيسمع القصه هذه، الحصول باختصار كيتصل بذاك المفتش لهنا ديال نيويورك واسمه، وقال له رانا هذه، ورانا هذه كنبحث، راه حنا خدامين، راه الامور خدامه وداك الشيء، حنا هذا الشيء غادي يطلب وقت اسمه. فعلا الكولونيل داست واحد عامين ولا 3 سنين، مش ديرها هذيك مره مره كيمشي يسول هنا، كيمشي مثلا كيمشي شي في ما قالوا ليه غوانتانامو بنما ولا اسمه، ولا مكسيك، ولا في ما بلاصه فيه كيتغسلوا الفلوس فيه اسمه، ما خلاه فيه يمشي شي 3 سنين هو كيمشي كيقط مره مره كيمشي اسمه. دازت على ويدوز لافير، دازت على تقريبا 15 عام، 15 عام وطلع لهم منها والو. اللي طلع لهم منها هذاك المفتش، هذوك البرقاقه اللي كيخدموا معاه وداك الشيء، قالوا دي كانت عندهم تهديدات، ولكن ما تعرفوش شكون بالضبط اللي مشاو ليه الفلوس، مازال ما عرفوش هذيك لافير زعما بحال ضبسوها، بحال حسوه بحال شي حاجه قوى عليهم داك الشيء ديال هاد الاساسينا ديال عمر. كثرت تما، كثرت الاشاعات، بنادم كيهضر تما كوينز، بنادم كيهضر شي كيهضر اسمه، مابقاوش كيجبدوا هاد لافير، كيمشيو يقمروا وكيديروا، لان القضيه غادي تطيح فيها كلشي، غادي تطيح فيها اللي كيقمر، اللي كيبيع دروغ، اللي كيشفر، اللي كيقتل، اللي كي فهمتي، هما هاد الكريمينال هنا في الامريكان ملي تتكون لافير هكذا تيدمسوا، تيبقاوش يهضروا عليها تيسبتوها. واحد النهار احنا ما ذكرناش الام، نسيت، وما ذكرناش الام ديال الكولونيل ماجد. الكولونيل ماجد ديما كيزو مو هو اللي بقى عندها ياك، العقيد ديال خوه راه كتوفى، وكتوفى بالسنايبر. انا عاودت لكم القصه ما غاديش نرجع، ومره مره ديما كيجيب وليداتو كيخرج امو كيسمو مو كبرات مسكين كبرات. واحد النهار عيطوا عليه من السبيطار، جا كيجري قامو في السبيطار، قال له راه جات في ايميرجونسي، راه هي اللي عيطت لنا ولقيناها طايحه وشاده التليفون وعيطت لنا، راه عندها القلب وحاش غادا تعيش، ولقاها في لي سوان تونسيف، ديري لها دوك التيوات وداكشي. وقع مسكين كيشوف فمو عرفتي الدموع كيطيحوا عليه، كيبكي ويهضر مع مو وعينيها محلوله ولكن كتحركهمش اسمه. وقال له راه محاش غادي تعيش، المرا كبرات، وداك داكشي اللي داز عليها داكشي اثر عليها القلب ديالها. وقال له الطبيب، قال له غير توادع معاها وصافي غير. وبقات عايشه بديك ديك لا ماشين، غير بلا ماشين باش عايشه. وبقات دازت على تقريبا شي 3 شهور ولا 4 شهور بلا ماشي. مرة مرة يقولوا لي كيعيط على الطبيب، تيقول له واش فاقت، واش رجعت، تيقول له لا. ويقول له الطبيب عرفتي نعطيك نصيحة، غير حيد لها لاباري، راه هالمخ ديالها مابقاش خدام، حنا كنتسناو تعطينا لا بيرميسيون باش تحيدوا لها لاباري ديك الارتيفيسيال، حيت هي في لي سوان في اي سي يو سوان تونسيف. فعلا قال لهم خليوها تمشي ما تهدرش، وحيدوا لها دوك التيوات، وحيدوا لها لاباراي وداك الشيء. سعاد المكانه توفات، عيطوا الكولونيل قال له راه توفات، واش جيت تديها دابا؟ جيت تدي بقى. قال لهم انا غنجي دابا غنجي. جا فعلا شط الطوموبيل ديالو، هود، عيط لومبيلونس، عيط الفينيراي، عندهم هنا الفينيراي، دار ليها الفينيراي. وحاجة اللي في مجيد اللي كانت عجيبة، دار جاب جاب مشى سول، مشى لواحد الجامع وسول على شي الفقيه ديال الجامع، وقال له ودي كاين ولكن انا راه الاصل مغربي واسمه، انا امي بغيت شي واحد اللي يقرا عليها القران
وبغيتهم هما يغسلوها، ما بغيتش انا الفينيراي اللي يغسلوها. يعني انا كنت ديتها للفينيراي، ولكن كنت غاديها للفينيراي، ولكن دابا انا بدلت الري ديالي، انا بدلت الري ديالي وبغيت الام ديالي تغسل وديروا لها الدعاء وداك الشيء. قال له الفقيه، قال له واش عمرها سلمات؟ لا ودي، انا كانت كتهضر بالعربيه، ولكن مره مره كتهضر معاها وداك الشيء اللي كان كيقول لها ماجد ظل الله على الرسول صلى الله عليه وسلم على الدين وهذه وهذه، احنا قراب للاسلام. قال له انا راه با مغربي وانا قريب. قال له ما كاين باش حنا نديروا داك الشيء في طاعه الله، نشهدوا، لان نديروا لها داك الشيء، داك الشيء ديالنا حنا، ديال كنغسلوها، جيبوا لها اللي غسلها عيالات اللي غادي يغسلوها داك الشيء. وقال لهم انا بغيت تدفن حدا الولي، لانه تعرفوا لان حنا في البريكان كتشري داك السباط، كيسميو السباط، كتشري واحد القبر، كتشري تقدر تشري وتتخلي النهار اللي تتكون داكشي كتابي، النهار اللي كتموت توفى كيدوك هذاك القبر اللي شريتي. هو هذا مجيد دافن باه ودافن خوه، وبخلي ثلاثة ديال القبورة اللي هو اللي هو ومراته والولاده، دي القبورة، شاري قبورة كلهم ديال العائلة. وفعلا داكشي اللي قال لي ودي، قال له الفقيه، قال لي ودي دابا انت شاري القبورة في البلاصة ديال، ولكن راه ما كاين مشكل. قال له حنا مسلمين راه ندفنوا الا كانت دعتنا الضرورة باش ندفنوا في قبر اللي فيها مسيح ولا فيها كريتيان. حنا الاسلام كبرنا ارض واحدة، حنا ملي كتجي ملي كتكون الموت ما تيبقى لا هذا مسلم ولا هذا، كنبقاو كيف كيف، حنا كنا كنكونوا سوا. قال لي معليش، حيت مجيد قال له بدينا راه شاري سباط، ولكن راه فايت شاري وما كنتش فكرت باش غادي ندفن امي انا في الروضه ديال المسلمين. يعني دابا باش نقول لك، واش يمكن لي ندفنها في هذوك السباط اللي اسمه؟ قال لي مباح، قال لي في الاسلام مباح، ارض واحده، ارض ديال الله سبحانه وتعالى. فعلا غسلوها، قراوا عليها القران وداك الشيء، وكملوها وكفنوها وداك الشيء، وداوها دفنوها في هذاك السباط فين تشرى ماجد دوك القبور. وجا حالات دابا الكولونيل ماجد خصو يرد السورت ديال الدار اللي كانت ساكنه فيها امه في كويز، خصو يعطيهم لمولاه. جا اول حاجه باش يعطي السورت خصو يخوي الدار، هادشي كنديرو حنا من العادات ديالنا، خصك تخوي الدار، ماشي مول الدار ولا يخوي الدار، يقدر يخوي الدار ولكن يشارجي تخلص. جا ماجد قبل ما تخوى الدار، ما عندوش الوقت هو باش يخوي الدار، ولكن هو جا باختصار تيقلب كيدي الكتوبة اللي مهمين ديال مو، وكانت عندها شي عقلتهم اللي عمر راه خلصها فلوس، شرات شي دهيب وداك الشيء داه، وكيقلب على الفلوس لقى شي وراق ديال البنكة، شي معلومات ديال البنكة وداك الشيء، كاينه فلوس تما، وكاينه واحد الفلوس واحد على شي شويه كتير، يعني ما كانش كينتظر يلقى واحد الحصه ديال الفلوس تما. وبقى كيقلب، ويلقى واحد الصندوقه يعني مخبيه، حلها ويلقى فيها بزاف ديال الفلوس، بزاف ديال الدولار، وفيها واحد الروسي، واحد الروسي توصيل. حنا ملي كتمشي تشري شي حاجه، شي جاكيت ولا شي حاجه ولا شي حاجه، كيعطوك الروسي، هنا كيعطوك الروسي، كلشي كيعطيك الروسي، توصيل كلشي كيعطيك الروسي. بقى هذاك الروسي، وهذاك الروسي قديم فيه تاريخ ديال اللاطات ديال، ولكن هذاك الروسي يجي يشوف بقى الحوايج ديال الرجال، هذيك الفلوس اللي كاينه تما وفيها التوصيل، وهذا التوصيل ديال الرجال. وماجد ما عمرو شراها، ما عمرو كان في هذيك البلاصه، ما عمرو شرا هذه. بقى كيبحث، هذاك الروسي مشى كيبحث، وبقى بان هذاك الروسي في هذيك الايامات اللي باه كان حي، وجا كيبحث تيبحث، عقلته بان راه خلصت الدوله، دورت معاه على داكشي دوماج انتيري اللي دوز في غواتامالا وداكشي، وخلص الدين ديالو وخلص المحكمه وخلص كلشي، راه كان حل البنك، حل الكونت، ما تنساوش راه حل الكونت ديالو اسمه. واتصل بهذيك ديك البلاصه فين كان شرا هذوك الحوايج غاليين،
لان عمر ملي خلصوها قلت له خلصوا راه شريت شي حوايج غادي نفسه. مشى لهذيك المكازا الكبيره ديال اسمه وبقى كيبحث ويلقى هذاك التاريخ. فهذاك التاريخ هو اللي شاري هذوك الحوايج وفيها السيري ديال النمره ديال اللقب ديالو ديال اسمه. ولكن هنا بقى ولا كيتشخون ولا كيدخلوا الشك، هاد الروسي اش كيدير هنا مع هاد الفلوس اللي كثيره هنا؟ وعلاش مو حاطه هاد الفلوس هنا كثيره؟ وعلاش ما عمرها قالت عليا؟ بقى كيبحث يقلب يقلب. واحد الخطره واحد الوقت طلع لاح عيني ولقى واحد المسطره مفرشي فيها مستفين فيها الكتوبه اسمه. حيد دوك الكتوبه تيقلب هو الكتوبه ويلقى واحد تيروار ورا الكتوبه. بقى واحد تيروار ورا الكتوبه، حل هذاك التروار. بغى يحل هذاك التروار، هذاك التروار صعوبه عنده واحد التكنيك باش تحلو، ماشي ساهل بحال شي بحال داير بحال الكوفر. هو ماشي كوفر ديالو ديال العود زوين ومبرنز، ولكن ولا شتي كتشوفه غير لا فاصدا بحال العود، ويجر واحد السلك ويتحل هذاك الباب. دخل يديه ويجبد شي وراق ويلقى الوراق ديال بوه. عقلته بان عمر ملي لقاه ميت لقاو عنده كاع الوراق، ما عنده لا كارني لا اوراق لا حتى حاجه، ما لقاو عنده حتى حاجه. ولقاو عنده وكولونيل ويلقى الوراق ديال باه، قال الوراق ديال باه. وجا كيدخل يديه ويلقى فردي، واش داك الفردي دارو في واحد الميكاب؟ شدوك الوراق دارو مع دوك الفلوس، هز الفلوس هز داكشي قلب مزيان، دا شي حوايج اللي هما مهمين اللي كتعزز على مولاي وامي المهمين، دا شي حويجات وداكشي. المهم تاكد بان الدار ما بقات فيها والو، غادي يعطي الاذن والدار باش يخوي الدار ويخلصوا باش، لان هو ما عندوش الوقت باش يخوي الدار، داكشي المضارب وداك الحوايج وداكشي هذوك التلفازات وداكشي خلاهم فيديوهات خلاهم. هز الكمبيوتر ديال موقس ويبحث، هز الكمبيوتر تاعو. شاف السيد ده مشى للبنكه وبقى كتكب واحد العدد ديال الفلوس كثيره، و خدا داك الريلفي ديال البنكه ويشوف ديك لا سوم كثيره اللي دخلت في الكونت ديالها مقارنه في هذاك الوقت اللي كان تقتل فيها عمر. الشعر ديالو وقف، بدا كيترعد بدا كيتنمل، يديه بدا كيتنمل عليه، قلبه بدا كيضرب. وخدا واحد التنفس مزيان باش يتكالما باش يتكون صوته، تيعرف بان هادشي سيريو وتيعرف بان هادشي خصو يبقى واعي، خصو ما يدخلش لي زيموسيون، ما يستعملش لي زيموسيون حتى يكون واعي باش ما يديرش غلطه، باش ما يرتكبش غلطه. كيحرك في راسو هكذا، هو ياخد رد ليه، هو ياخد داك الفردي في البلاستيك. قال لي شوف، مشى للقشلة، عيط على واحد السيد صاحبه في المختبر كيدير هادشي ديال المختبر ديال لي زامبرانت ديال لارمي لي زامبرانت داكشي. قال لي شوف، قال لي غدير فيه واحد البليزير، قال لي هاد الفردي يكون هو السبب ديال الاقتداء ديال الوالداني. بغيتك تشوف لي زامبرانت ديالو، انا راه ملي خدتو راه حافظت عليها، ملي خدتو راه حافظت، كاين شويه ديال لي زامبرانت ديالي انا، ولكن راه كاين لي زامبرانت ديال القاتل وانا هاد جبت لك الفوتوكوبي ديال لي زامبرانت ديال القرطاسه مهم، وغادي تشوف ليا لي زامبرانت ديال القرطاسه ديال هاد الفردي وقارنهم واعطيني جواب. راه كتصدم الله يخليك، راه غادي كنتسنى الجواب كلي شنو كاين. قال له غادي تاخد لي 24 ساعه ونعيط لك ونقول لك شنو كاين. قال له واخا الله يجازيك بخير. قال له ولكن بيني وبينك ما تقول حتى شي واحد، بيني وبينك هادشي سر يبقى بيني. قال له انا كنوعدك حتى شي واحد، انا الخدمه ديالي غنديرها، انا ما عليهاش، انا غنعطيك المعلومات وصافي، انا ما عندي حتى شي خوف من اسمه. انا جبتي لي الفردي، كنعرفك انت مفتيش كبير كدير لونكيت ماشي اول مره، انا غندير البحث ديالي وغنعطيك داك الشيء تقرير وصافي. قال له واخا انا كنتسناك.
كولونيل مجيد هذيك الليله ما نعش، داس عليها 24 ساعه. كعيط لي الصديق ديالو قال لي خصك توصل عليا للدار، كان واجد لك المعلومات ما بغيتش نعطيها لك في المختبر. وصل عليه الدار قال له شوف، قال له هاد لي زومبرات اللي عجبتي ديالي، الفوتوكوبي لي زومبرات ديال هاد القرطاسه ديال هاد الفردي هذا. قال لي كي لي زومبرات ديالك انت وكي لي زومبرات ديال شي حد اخر. قال لي اعطيني فوتوكوبي ديال لي زومبرات، عطاه لي فوتوكوبي، عطاه كل شيء، عطاه المعلومات، عطاه الفردي، عطاه كل شيء. كولونيا ما جيت رجع الفردي في البلاستيك سدو، خدا لي زومبرات، خدا داكشي مشى تيقلب على لي زومبرات ديال المو، وساهل باش يجيب لي زومبرات ديال المو ماشي مشكل. المو هانيك وجبد لي زومبرات ديال المو وقارنو مع لي زومبرات اللي كانوا في الفردي منطابقين. انا تنهات مزيان، تنهات مزيان، وعرف بان امو هي اللي قتلت عمر. ولكن المشكل ما بغاش تفهمني، والسؤال المطروح علاش قتلت عمر؟ السؤال يبقى كيدور له في راسه، علاش قتلته؟ اعطاها فلوسها، سامحت معاه، بكات معاه ملي كانوا في الريستورو، حلت له الباب قلت له جريح معايا. يمكن هالطريقة هذه اللي عملته غير باش تطمئنوا وتثبتوا وتدي فيه ما بغات وتقتلوا في اي بلاصة بغات. ولكن السؤال اللي مطروح علاش ملي تقتل بالقرطاسة والقرطاسة تسمعات، القرطاسة تسمعات غادي تكون تسمعات، كيفاش حتى واحد ما سمع الخرطاسة؟ وواحد ما تنساوش بان واحد في الديرو لاكيد واحد كان كيقول راه مرا شاف شي واحد، مرا هي اللي قتلته. دونك داك اللي كان كيقول واحد خينا اللي قلت لكم الانسبكتور جاب الخبر المجيد وقال له دي الاشاعات كاينه، كل واحد كيقول، كل واحد كيلغي بالغاه، وواحد فيهم قال لي مرا هي اللي قتلته، انا شفت مرا هي اللي قتلته. ولكن دونك هذا اللي شاف هذيك المرأة اللي قتلته دونك سمع القرطاسة، وعلاش الناس كلها ما سمعاش القرطاسة؟ بقى الكولونيل اللي تيبحث، يعني بغى يفهم الموضوع شنو وقع. مشى اش دار؟ مشى للبيرو ديال لا ميتيو اللي كيعطي الجو، اولا مشى للتاريخ اللحظات اللي تقتل فيه با، وثانيا شاف هذاك النهار كان الرعد وكانت الشتاء، كان الرعد وكانت الشتاء، داكشي علاش واحد هو اللي سمع الضربه ديال القرطاسه. هذا اللي كيقول مرا، ولكن هو شافها من بعد، كانت مزيفه كلها وكحل، ولكن ما شافش وجهها، ما عرفش شنو، ما عرفش شكون سمع القرطاسه وشرح. شاف مرا هذاك بالمظله، دارت ضربات المظله، ضربات المظله، ضربات المظله ومشات، والدوره مع الدوره غبرت، ما عرفش واش مشات في الطوموبيل، واش مشات في الطاكسي، ما عرفش. هذه هي المعلومات اللي كانت عند الشرطي. هنا كون ما جيت اتاكد بانه ملي مشى وشاف لا ميتيو وشاف التاريخ في هذاك النهار اللي تقتل فيه باه، كانت فيه الرعد وكانت فيه الشتاء، وهنا تيقارن داك الجو مع داك الرعد، ما يمكنش الناس يسمعوا القرطاسه الا واحد اللي كان في هذاك الليله لسبب ما وكان بعيد وسمع القرطاسه مع الرعد. ولكن واخا هذاك ما تاكدش، لان مع القرطاسه مع الرعد سمع ضربات القرطاسه ولكن ما تاكدش. المهم بدا كيقارن الامور، بدا كيقاد لي دات، بدا كيقاد لي دات، بدا كيقاد الامور، ولقى بان الام ديالو. ولكن السبب علاش، هو السبب اللي حيرو، علاش غادي تقتلو؟ علاش بقى كيفكر، بقى كيفكر، بقى كيفكر، بقى يعرف السبب شنو. المهم حار، جمع هذاك الشيء، جمع هذاك الفردي، جمع الامور، فلوس خدا، فلوس خرجها من البنك، خدا دار في الحساب ديالو، عطى الاذن مول الشيخ، خوى الدار كلها، تاكد حتى تاكد ماجد ما بقى حتى حاجه اللور اللي تقدر تخلق ليه مشكل اسمه. وقال دابا يمكن انتقمت منه،
ولكن علاش غتنتقم منه؟ لان عطاها فلوسها، علاش غتنتقم منه؟ يمكن انتقمت منه، يمكن تيقول دابا نكونوا ايماجين، يمكن بانه شتت ليها حياتها، يمكن كذب عليها وخدعها وعذبها نفسانيا، ولكن سامحاته، ولكن سامحاته. والكولونيل ماجد ذكي بزاف، ذكي بزاف، تيحل اللغز. هادشي اللي تنقول لكم، انا تيكتب، تيقولوا تيكتب، تيقولوا تيكتب، تيقولوا تيكتب، باش هو هذيك الخدمه ديالو، هذاك هو الدومين ديالو، هذاك الشيء اللي تيفكر واللي تيقولوا تيكتبوا، باش ديما كيراجع، كيراجع، كيدير ملف وكيراجع. هذاك الملف اللي كيدير هو ما كيشوفه حتى واحد، حطه في الدار تما ما كتشوفه لا مراته لا والو. هنا عندهم كاين واحد الاحترام، طبعا هنا واحد الاحترام، دابا كاين واحد، طبعا هنا واحد الاحترام. مثلا انا المراه عندي الله يرحمها كانت عندها مذكره كتكتب فيها، انا مجوج معاها تقريبا، تجوزنا 21 عام، هذيك المذكره ديالها انا ما عمري حليتها، ما عمري حليتها، وندمت، ندمت لان كتكتب شي حوايج اسمه، كانت كتطلب المساعده، وما كنتش كنعرف انا بانها كتطلب مساعده، ندمت انا كاع، قلت انا كوعا كنت كنقرا باش نساعدها، ما عمرها كتقول لي كتكتب داكشي اللي عندها الداخل ديالها، ما كتبقاش تقول لي كتكتب داكشي. طري خاطري بزاف، بعد توفات بقيت كنقرا المذكره، بقى فيها بزاف الحال، بقى فيها بزاف، ولكن هذه هي العاده، ما كتحلش المذكره الا عطاتك لا بيرميسيون. دابا هو عنده هذاك الميل ديالو، حطوه في الدار، كيقيد كيقيد، واحد القطعه بقى كيفكر، بقى كيفكر، بقى كيفكر، ويتفكر، تفكر. هذه هي النقطة اللي زعما اللي هي بدا كيصدق بان كان قال ليها ملي كان كيدير لونكيت، عرفوا بانه باه وساعدوا باش يخرج، وكان قال ليها، كان قال لمو انا شاك فيه بانه ولدت لخويا، وربما هذه هي السبب اللي ما عمرها، لان كان عزيز عليها. جميل، كان عزيز عليها، وعزيز عليها مجيد، راه ما توام، عزيز عليها بزاف. ويمكن الغلطه اللي دار مجيد، قال لي انا شاك فيه، درت معاه لونكيت داكشي، ولكن شاك فيه، بقى شاك فيه، وهذيك غير ديال الشك، وهذيك هي المساله اللي، النقطه اللي فيضت كيقول هو انا ما حاسب النقطة لا ريزون علاش قتلته، انتقمت منه لأنه ربما ما قتلش، هادشي تيقول هو باقي الشك، كلشي شك. مثلا نعرفوا دابا بأن الأم هي اللي قتلت، ولكن السؤال المطروح شكون اللي قتل، علاش قتلته، هذا هو المشكل. هو تيقول هو، ربما تيبرر المبرر باش يرتاح، ربما خرج هذا المبرر باش يرتاح، باش يرتاح، لأنه شيء كيألم كثير. العائلة يعني مضيت، العائلة يعني هذا الشيء اللي جنى عليها، هذه العائلة جنى عليها عمر بالكذوب ديالو وبالقمر وبالطبيعة الخايبين فيه، والهضرة كيحل فمه بزاف وسمو كيهضر بزاف، يعني ترونات الأمور. وفعلا غادي يشد داك الفردي، وغادي يشد الورق ديال البا وداك الشيء، وغادي يديهم سيادنا عنده واحد فيرما في تكساس، وغادي يدفنهم. وعلاش ما حرقهمش؟ علاش ما حرقش الورق؟ علاش ما هرشش الفردي؟ علاش ما حرقهمش؟ ماجد كان ذكي، غلف داكشي وامبلا داكشي باش ما تدخلش ليه البروده، عمل واحد الصندوقه وعمل فيها واحد الماده كتحرق داك الاكسجين باش غادي يدفنها في قاع الارض. عرفتي علاش؟ استرمو من واحد الناحيه، استرمو ومن واحد الناحيه بغى لا جوستيس في المستقبل، وكيعرف بان هذيك الارض ما غاداش تحفر، ربما من هنا 200 عام، من هنا 300 عام، من هنا 500 عام، ملي تجي الظروف، من هنا 100 عام، كيعرف بان هذيك الفيرما هو ما غاديش يبيعها، واضطر ما غاداش تباع، ما حد هو في حياته ما غاداش تباع. دونك امه توفات، الوالد ديالو توفى، وبغى يدير جوستيس لباه، بغى هذاك شي حد يحفر تما
ولقى هذيك الصندوقه وحط فيها حتى الدوسي، حط فيها حتى الملف حتى هو، حط القصه كلها حطها تما، وبغى لا جوستيس تاخذ الجلسه ديالها تحكم على امها بانها هي القاتله، ولكن ماشي في العصر اللي هو عايش فيه. والقصه تنتهي هنا سيدنا، وكنتمنى عجبتكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.